في مصر في كل الشوارع ماشيين بيحاولوا يساعدوني ويقولوا انت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ انت فين يا محمود؟ سلامة، ازيك يا سلامة؟ ايه ده؟ الصوت ده انا مش عارفه. مين؟ انا محمود يا سلامة. محمود؟ وانا ايش عرفني انك محمود؟ مش بتشتغلني ولا حاجة. حسس. انا رواية محترمة عيب. لا انت فهمتني غلط، يعني المسني عشان تتاكد ان انا محمود. المسني نفس الحبر من نفس الحباره. محمود يا اخيرا لقيتك يا محمود. كبرت يا محمود، كبرت. وايه اللي في وشك ده يا ابني؟ شنب. كبرت وبقيت تلزق يا ابني، ما شاء الله. وشغال فين دلوقتي يا محمود؟ أنا بشتغل قائد جيوش مصر مع الأمير عز الدين أيبك. قائد جيوش مصر، والشغلانة دي قرشها حلو يعني؟ مش مهم الفلوس، المهم مصر يا سلامة. يا محمود، أنت عارف من ساعة ما بعتك أنت وجهاد وأنا ماشي في كل شوارع مصر يا محمود عمال أنادي وأقول أنت فين يا محمود؟ انت فين يا جهاد؟ سلامة، أنا هنا يا سلامة. ودايماً أسمع التهيؤات. لا مش تهيؤات، انده تاني. انت فين يا محمود؟ يا عم انت لقيتني، أنا نادي عليها هي. انت فين يا جهاد؟ يا سلامة أنا هنا يا سلامة. أهو سامع اللي أنا سمعته؟ أيوة. طب شايف اللي أنا مش شايفه؟ أيوة. يا سلامة انت ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بصلي. أعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ أعمى. يا سلامة بصلي يا سلامة، ما بتبصليش ليه يا سلامة؟ بس بصلي حرام عليك. يقول لك أعمى يا هبلة، أعمى أعمى. أيوة يعني ما بتبصليش. ما بتبصليش ليه يعني؟ مش فاهمة. دي اتجننت البت باين ولا إيه؟ ادخلي جوه. مش هدخل. بقول لك خشي جوه، أنت فاكرة نفسك إيه؟ أميرة؟ ده أنت جارية جربانة. خشي جوه كملي الرقص. انا ما بعرفش ارقص. من خفتك يا موكوسه، ده انا جايبه لك عاطف عوض يعلمك كل الرقصات. اعمل ايه تاني؟ اجيب لك سفينات؟ خشي. عرفت صوت الردح ده جاي منين يا محمود؟ ده اكيد جاي من عند حريم السلطان. حريم السلطان؟ طيب انا عايزك تخطف رجلك وتروح لحريم السلطان. هتقابل واحدة هناك اسمها أنجا، قول لها أنا جاي من طرف سلامة بأمارة. هي هتفهم على طول وتسلمك جهاد. سلامة، هجيب جهاد يا سلامة. مع السلامة محمود. يا أخيراً لقيت محمود وجهاد الاتنين مع بعض في مشهد واحد. أخيراً. وبكده يكون انتهى المشهد الأولاني، والمشهد الثاني هيدخل وراه على طول من غير استراحة ولا حاجة. غيروا الديكور. لف يا عم. الله ينور يا عبد عزيز. الله ينور يا حاج احمد. انزل بالمنظر يا عم، انزل يا حاج. ايوه اوعى دماغك يا اوعى دماغك. اتكل على الله، انزل كمان شويه. الله ينور يا عم احمد على الاضاءه. الله ينور. يا سلام يا سامي يا سلام. الله ينور يا ولاد. الله ينور. وبكده بقينا جوه قصر شجرة الدر. شجرة الدر اللي كانت متجوزة الملك صالح نجم الدين علي أيوب إبراهيم السيد باين. ولكنه مات بالهارت أتاك. ومن ساعتها الناس كلهم بيطالبوا الملكة شجرة الدر إنها تتجوز تاني، لأن كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. عشان كده كان أهلاً 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 بالملكة شجرة الدر. عشان كده كان الصراع دايماً ما بين أقطاي وعز الدين أيبك. مين فيهم اللي هيفوز بقلب شجرة الدر؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض، أو انتوا اللي هتشوفوه.
أنا مش هقدر أشوف لأن أنا أعمى. قمر يا مولاتي قمر، تفتكري هعجب أقطاي وأيبك؟ ده انت تعجبي الباشا، هم يقولوا ده انت مش بس ملكة، ده انت الملكة التي هزت عرش مصر. مولاتي حسبي يا أنجا، ابعدوا يا سفاحين، محدش هيقدر ياخد أنجا حبيبتي مني. ملكة أنجا حاسة بإيه؟ حاسة إني حامل. أخيرا عملتها. هجيب لك الولد اللي انت عايزه. أنجا. أنا آسف يا مولاتي، مولاي أكتر أقطاي برا، أعمل إيه؟ أقطاي دايماً مواعيده مظبوطة. ده أنت تظبطي عليه ديك لما يدن. وأنت عرفتي منين يا سف؟ مرعوب. أنا آسف يا مولاتي، خليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا أعمل إيه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب أستأذن أنا بقى يا مولاتي، أنت عارفاني خدمتك لماحة، يلا نهارك أبيض. حسابنا بعدين. مولاي أقطاي. أقطاي. أفندم أنا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي، يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج. الشعب وعايش في بطالة وفقر ومرض. الشعب موجود. ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حتة. إزاي؟ أنت عندك الرمض في الجيزة؟ عندك السلام في المعادي؟ في كل حتة في إما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش. كلام إزاي؟ مستشفيات في كل حتة. ما عندكيش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين أيبك، يا أنا يا الفوضى. أنت بتهددني أنا بالفوضى؟ أنا هددك بأي حاجة، أنا أطلع طلعة جوية أفجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. أنا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطورة عشان تبقي فاهمة. أيبك ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعة، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطورة، البلد دي هتتفتت. أنت عايزاها تتفتت؟ عشان إيه؟ دي الفزاعة اللي تضحكوا بيها على الناس في الإعلام. وأنا عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. أنت عايزة إيه؟ عايزة أحافظ على نفسي كملكة للبلاد. طب ما أنت ملكة البلد أصلاً، تشتغل نفسك ولا إيه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضل. اركع. ايه؟ اركع. افندم انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، أنا راجل في كوبري فيصل فيه نازلة ناحية الشمال بتودي على جامعة القاهرة هايلة، أنا اللي عاملها؟ أنا في الكوبري الدائري عامل وصلة جديدة بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايلة جدا. فاهم إيه؟ في كباري كتير فوق، أنا في الكباري ما حصلتش. أنا إما كنت أطلع بالكوبري مظبوط ما أطلعش بيه يعني، الموضوع مش الموضوع مش كده. الموضوع دلوقتي مش سهل. موضوع في منتهى الخطورة، أنا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت أصبحت السلطان، ولكن دلوقتي إيه؟ إما كنت تكملي الجملة للآخر ما تقوليهاش. أنا فاضي. إيه؟ هو أنا أخمن؟ أنا أخمن أنت عايز إيه؟ انت حاجه على صعبه. سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كام في كمان.
ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطورة، وأنا عايز أقول إن سوف يحكم التاريخ بما لنا أو علينا جيلاً بعد جيل، إن شجرة الرز باقية والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يهددني، يا اما هو يا اما الفوضى. مولاتي الحي الحي، في ايه يا مرعوب؟ القائد عز الدين قايبك جه. طب ده خبر عادي. خبر عادي ايه؟ ده قائد الجيوش، ده انا ما بشوف كمين في الشارع بفلق. طيب اخرج وخليه يتفضل. عادي يعني؟ اه عادي. ربنا يستر. مولاي قايبك. التحية لمولاتي شجرة الدر. ايه اللي اخرك يا ايبك؟ كنت مزنوع على الدائري يا مولاتي، المرور زبالة.